حصل الجبهة الثورية، لنا خلفيات عسكرية مختلفة وتجارب عسكرية مختلفة، فقلنا يجب أن نجرب تجربتنا الأولى في مروابة. الغرض منها في حقيقة الأمر إرسال رسالة واضحة، لأن حل مشكلة السودان ليس في الأطراف، يعني لا نستطيع أن نحل المشكلة في كادوغلي، ولا نستطيع أن نحل المشكلة السودانية في الفاشر، ولا نستطيع أن نحلها في الدمازين، ولا في أي بقعة جغرافية بعيدة. الحل في المركز، ولذلك طبيعي جدا أن ننقل الحرب إلى المثلث المعروف، وننطلق إن شاء الله إلى العاصمة عما قريب. دخول الخرطوم هو ليس غرض في حد ذاته، المطلوب هو التغيير. إذا استطاع الشعب السوداني أن يغير النظام قبل أن تتطور هذه الأحداث، هو الأفضل للشعب السوداني، للسودان، أن يتم التغيير على نحو سلمي، أن لا يترك مرارات، أن لا يترك جروح. وضع الأمثل أنه ما تقوم به جبهة الثورية أن يحفز ويرفع معنويات الشعب السوداني، حتى يكون الشعب السوداني في المدن في هبة واحدة ليل ونهار يثبت هذا النظام بانتفاضة سلمية جماهيرية كبيرة. إذا ما تم الأمر على نحو غير ذلك والجبهة الثورية ذهبت الخرطوم، يجب الجبهة الثورية أن تسعى برضا الناس وبتعاون وتنسيق تام مع قوى المجتمع المدني السياسي والمدني الراغب في التغيير. عشان نسير في هذا المضمار إلى أن إما أن وصلنا إلى هدفنا بالطريقة هذه، أو إلى أن يختار النظام أن يسلم السلطة للشعب عن طريق حكومة منتخبة، الحكومة انتقالية تمثل فيها الشعب بصورة واضحة وبإرادة حرة. في هذه الحالة الناس يستطيعون أن يجلسوا ويتحدثوا عن التغيير. النظام الآن له 23 عام، وبعد 23 عام انسد أفق أمامه ويجب أن يقبل بالتغيير، والنظام لديه فرصتين، أما أن يقبل بالتغيير أو سيتم تغييره وإسقاطه، وهذا ما يجري الآن على أرض الواقع.